خلينا نشرك محافظة أسيوط معانا، يعني عشان بس ما نقولش ان احنا مركزين على سوهاج وانا بس. معايا عبر زوم من أسيوط الأستاذة إيفا هابيل المحامية وأول سيدة تتولى منصب العمدة في أسيوط. أستاذة إيفا مساء الخير أولا. مساء الخير زي حضرتك. أهلا وسهلا. طيب احنا يعني بنتكلم عن محافظات الصعيد، وبالتاكيد يعني محافظه اسيوط على راس هذه المحافظات وفي مقدمتها، ربما يعني حتى احنا في سوهاج كنا مرتبطين ارتباط وثيق بكل حاجه في اسيوط، منطقه التجنيد في اسيوط، الجامعه في اسيوط، كل حاجه كانت في اسيوط. كيف تبدو اسيوط الان؟ ماذا تحتاج اسيوط ومدن اسيوط وقرى اسيوط؟ الحقيقة هو مش بس أسيوط، وإحنا لو بصينا نظرة خلفية فإحنا من زمان من سنين الصعيد بيتنظر له نظرة هامشية. فإحنا كنا بنتكلم على إنه كل ما هو حديث وكل ما هو تطوير بتطوير دايما بيبقى في الوجه البحري. فالحقيقة الفترة الأخيرة علشان نكون أمنا وما نبقاش ناكرين للجميل اللي بيتعمل فينا ده، وخاصة شعورنا دايما ان احنا مواطنين من الدرجة الثانية، الصعيد دايما عنده هذا الشعور ان انا مواطن من الدرجة الثانية. لكن في الحقيقة الفترة الحالية اللي هي ابتداها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ننكر انا واحدة مقيمة في قرية، قريتي لا يتعدى سكانها مثلا 12 نسمة 13 ألف نسمة في الحدود دي. يعني النهاردة أنا في خلال سنتين، أنا عندنا كانت مدرسة إعدادية مش عارفين، مدرسة قايلة للسقوط ومش عارفين نعمل فيها إيه، وإحنا ما عندناش أملاك دولة، وكانت مشكلة، كانت بتمثل مشكلة الحقيقة. في أقل من سنتين تم، أنا مش عارفة السرعة الحقيقة، تم إزالة المدرسة وبنائها تحت بند حياة كريمة. ده رقم واحد. علشان أقول الإيجابيات، أنا لا أتحدث دايما أنا عارفة إن أنا مواطن درجة تانية، لكن أنا عايزة أقول لا، مين اللي قال مواطن درجة تانية يا أستاذة إيفا؟ اسمعني طيب الله يخليك. ما أنا سامع، ده مش أنا اللي اعترضت بس، ده كل درجة أولى، كل ضيوفي اعترضوا. درجة أولى ممتازة كمان، لأن إحنا أساس مصر. رقيت وديته تانية، بس النهاردة ابتدت الدولة تاخد بالها مننا. أيوه. فأنا بقول لك إيجابيات اللي حصلت إيه. ده رقم واحد كمدرسة كقرية بالشكل ده. النهارده لما الاقي هذا الكم من التطور، من انا لما اعمل محور وحركه نقل، لما اعمل بنيه تحتيه، لما اخلي العامل او المواطن اللي في ديروت يقدر بسرعه يوصل جامعه اسيوط، ده في حد ذاته بدايه للتطور. صحيح. فانا عايزه ده بدايه تطور. ما ينفع، لانه انا النهارده انا بكلم حضرتك وبامانه شديده، انا ما كنتش احلم إن في يوم من الأيام يتعمل عندنا صرف صحي في القرى. ده أنت خلاص كل القرى البيوت بتتعمل ويدق ينسونا، مش عارفة ولا أيسونا ولا اسمها إيه، خراب. ده خراب في بحار المية اللي أرض اللي في الأرض. ده إحنا دينا بنعاني من المعاناة إن شاء الله، ولسه إن شاء الله. ولسه أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة إيفا هابيل.